ونشوف بقى مدى تأثير وقوة الصداقة بيننا هتوصل لإيه في الآخر يعني. فلازم تتفرجي على الفيلم عشان تشوفي الاتنين دول هيعملوا إيه. أنا برضه هرجع أقول لك الكهف، إيه علاقة الاسم بالصداقة يعني؟ يسأل فيه المخرج بقى ويسأل فيه المؤلف لأن أصل لقيت كذا حاجة، حتى فيلم أجنبي اسمه الكهف يعني ملوش يعني مش مقتبس عن حاجة يعني، أنا أقول حاجة مختلفة. أما هتحس إن الناس دي كلها في كهف كده، كهف الفقر، كهف الحاجة يعني لازم تتفرج على الفيلم. طب على كان ليا تعليق برضو اللي كان في اخبار اتنشرت ان الازهر اعترض على اسم الكهف او اهل الكهف. اهل الكهف كان اسمه كده في البدايه، فممكن حضرتك توضح القصه لا انا يعني ما اعرفش هم اعترضوا على ايه بالظبط، ولكن الفيلم فعلا ما حصل اعتراض على الاسم اهل الكهف، شالوا اهل وسالوا كلمه الكهف وكانت الموافقه موجوده بعد تمام يعني. هل شايف ان ممكن الفيلم يحقق نجاح بس مجرد وجود اربع يعني ثلاث ابطال كمان او اربعه من مسلسل الطوفان؟ يعني في ماجد المصري، روجينا، ميدو عادل، وايهاب فهمي. في اربعه من الطوفان في الفيلم ده. لا شوفي، جميل طبعا ان كل العناصر دي موجوده لما بتبقي طالعه من عمل. طب ما هو ماجد المصري الحاج خالد في الطوفان، خالد مخلوف راجل طيب، راجل عمل سكر الصدام اللي حرك كل الاحداث. اكيد برضه ده ساعد في نجاح فيلم عقدة الخواجه، لان هو برضه ده عنصر من عناصر الطوفان. لما بتبقي طالعه من عمل وناجحه مع الناس فبرضه الناس بتتابعك اكتر يعني، بيبقى الفوكس هنا اكتر يعني. ففعلا وجود النجوم دي طبعا برضه في الفيلم يا رب يكون يجعلها نجاح فيه يا رب ان شاء الله، دي هتبقى حاجه